السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمع الفيديو، وهو فضيحة الاتحاد الجزائري لكرة القدم. ترى الفضيحة تتعلق بماذا؟ أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة. شكرا لمتابعين قناتي يوميات شادي العموري، وتحية لهم وتحية للجزائر وتحية لكل من يرى هذا الفيديو. أتمنى من أخوان أخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة، وشكركم وشكرا لدعمكم لهذه القناة. هيا بنا نسمع ما هذا العنوان، هيا بنا نسمعه. قال خطأ، ما كان لا أنهت الاتحادية التعاقد تاعها مع أديداس، ولا أديداس أنهت التعاقد تاعها. انتهى العقد، نهاية العقد ينتهي في ديسمبر 2022، والاتحادية من حقها تعمل أنا فيتا بيلدوفر. الامر هو ان الاتحاديه قامت عن دار تاع نافيدا بيلدوف، وتشوف يعني الناس واش راح تعطي لها يعني كمنتوج وك يعني كمدخول كمزايا كسبونسورينغ من عند اديداس ولا من عند يعني جهاز ملابس واحد اخر. وما يقال انه في المنتخب الان ما فيش ملابس رياضيه للمنتخب، والسبب ان الرئيس الاسبق لم يمضي على وثيقه من اجل استقبال يقصد عماره. وهذه الوثيقه في الاعراب قبل 8 اشهر. معلومات عندي مصادر. لا انا سمعت والله، انا ما سمعت ايضا بعد كاس افريقيا يعني اللي بالك بلي انا حبست من الاتحادية ومن المنتخب الوطني، لكن سمعت يعني على عارف الخاصة أنه الرئيس السابق لم يمضي على وثيقة. الرئيس السابق هو كان هو اللي ما كانش ناوي يعني يجدد مع الـ مع الـ مع أديداس. يعني لما تكلم مع أديداس ماهيش أديداس الأم. هذا يعني الموزع تاع أديداس اللي هو أسدوات المفيد، وراح شاف شركة واحدة أخرى، راح شاف شركة واحدة أخرى. من بعد أعطى أمر أنه ما يتسنياش لو بون كوموند، على حسب واش سمعت ما يتسنياش لو بون كوموند، وبالتالي لما ما تسنياش لو بون كوموند الموزع ما يبعتلكش الأجهزة الرياضية. وهذا ما يعني شيء ما نتأسفوا، لأنه أنت كمسؤول ما حتى ولو عندك خلاف مع الـ مع الـ يعني الـ الـ المنتخب فوق كل شيء. أكيد أكيد. زي ما سمعتوا هذه الموضوع كان كله بشأن فضيحة الاتحاد الجزائري لكرة القدم بشأن ملابس التدريبات للمنتخب الجزائري.